تسمح لي بوجه ايجابي تسمح قد لي اولا انا يؤسفني ان يكون جناب الدكتور الاكاديمي اللي كان في مداخلته ابدا بعيد كل البعد عن استراتيجيه وسياسيه انا نهيت الحديث سياسه الالهاء بس اسمح لي بس 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 اسمح لي ما من حقك يا عزيزي ما من حقك اسمح لي اقول لك يا انت بتقول هذا مو صحيح هسه ما انتهيت خلى داف اولا انا جئت على ذكر يعني ذكر مثال المثال اولا ذكرت ما هي سياسه الالهاء ما هي استراتيجيه الالهاء واللي من جملتها ومثل ما يعرفها نعوم تشومسكي يقول جزء من تخلق حدث كبير بالتالي يصير الشعب يتعلق بمن خلق ذلك الحدث الكبير الذي هو كان بالضد من مصلحته ما كان متاح بالثلاثينات لا يعني لو تخلق 100 حدث ما يوصل هسه ما مو يا اخي معارك الحرب العالمية الثانية بقوا اشهر ما وصلت الخبر يا اخي يا اخي مو كان ايضا في تلك الفترة ما كنت تواصل اجتماعي دكتور لكن مو كان اكو صحف تضرب ولا تقاس اصبح في ايطاليا اصبحت هناك عصابات وقتل وتشريد الناس حتى تشعر بالامان وين تشبثت بالعصابات نفس عصابات موسوليني هذا بالسياق اما تتدخل وتقاطع حديثي هذا مثال مو من حقك عموما يعني لا مو من حقك عليه شنو قاعد يخلط لا مو من حقك الحوار حديثي لا قول لا هو الحوار هو شنو دكتور ما قاطعك لا لا انت مناقض استاذ تفضل سيد ماجد الحلقه حواريه تريد تحاور اهلا وسهلا بك ما تريد نطلع 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 لا لا ما حد يرى ابدا ما عندي مشكله وياك دكتور اذا ما نختلف ونتفق اذا تسمح لنا دكتور اقبل على نفسي اقعد لا 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 دقيقه لا انا ما اقبل على نفسي اقعد في محاضره ونقاش وحديث بنوع من 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 الخطا واسكت لما اسكت لي لان انا لا اكون حقك تعطي وجهه نظرك دكتور اذا تسمح لنا تفضل سيد ماجد هذا مو صحيح مو صحيح وجهه نظرك بالتاكيد اطرحها خلي من حقي وبينت اولا هو سياسه الالهاء تتبعها دول ومنظمات واحزاب وواجهه سياسيه واعلام اصلا حتى المصطلح غايب من اي سنه موجوده سيد ماجد من اي سنه برايك تفضل شيخ ابراهيم هذا كلام هذا مو صحيح والله المشاهد نسمع راي شيخ ابراهيم خلاف اللياقه ليش اللياقه مو اللياقه ياباني انسحب اعذرنا دكتور دكتور وجهه نظر ما بيها شيء سيد ماجد والله رجاء دكتور انا ابدا ما اسمح لنفسي شوف اقول لك احنا ناس يعني ضيوف والضيف من يقعد هنا تشرفنا بك دكتور لكن رجاء وجهه نظر هي نختلف بيها طبيعي وشد علي بهاي الطريقه انا ما اسمح لنفسي رجاء دكتور وجهه نظر نختلف بيها ما صار شيء يعني لا لا احنا قاعدين ما يخالف لا هذا الكلام مو عيب ما يخالف ما اصلا ولا لا ضد جمله لا عموما العيب في اسلوبك انت لا دقيقه انت قاعد طالع على الجو واكو ناس قاعد تحترمنا بالجمهور انت رايك تحت فكره وانا رايي دكتور تفضل استريح الجمهور حكى نتفاهم على الملاحظات لا لا مكان استريح رجاء دكتور احنا قدام الجو الناس دي يتابعونا الجمهور حكم مكان تتعلم معاه حكم بس ما من حقك يا اخي ما رجاء وجهه نظر دكتور ما بيها شيء مختلف وجهه النظر تفضل شيخ ابراهيم دكتور اتلطف عليك احضرنا شيخنا السيد الفاضل بس انك انك حتى هاي سوى عدة دوبكم لا يا بلا أنا بحياتي ما بسويها بس لا 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 ما أقلك السياسة هي القدرة على اتخاذ القرار صح. بالمناسب نعم. فأنا اتخذت هذا القرار حتى أوقفه بعد ما يجي ما يجي الجنة عليه المحترمة لا ما جاي تتجاوز على الآخرين بالصوت بالوقت والله تجاوز لا أبدا ما أسمح له والله شنو اللي حكيت عليك الغلط أنا مو على مو الغلط الغلط خلاف اللياقة أنه شخص يتكلم بطابعة مو أنت مو حضرتك مو مقطع خلينا نختلف على موضوعنا رجاء سيد ماجد دكتور رجاء المشاهدين بيتابعونا سكتت واجا دوري وايضا قاطعنا اللهم صل على محمد وعلى محمد خلينا نرجع لوجهات النظر وحديثنا صلوا على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد